هاد الحويجات ما فهميش بزاف. منين جبتي هاد السلطة صاحبي؟ منين جبتي هاد القلبة صاحبي؟ منين؟ منين جبتي تقصحية الوجه؟ تخرجوا لي حنا طايطي، منين جبتي تقصحية الوجه؟ راه الجرأة باش داك السيد، باش داك السيد كيدير دوك الممارسات أمام الملأ، خلعتني بزاف أنا. منين جبتي هاد الجرأة؟ منين جبتي هاد البرودة ديال يعني بحال تنقولوا حنايا ما عندك سوق انت لا في مخزن لا في دولة اللي يذهب للعالم، ما عندكش مشكل نتايا، شاد ولدك، شاد داك الوليد عفوا، وكتمارس عليه داك الشيء بواحد العنف بحال شاد عليه ملف. الوليدات جاو كيتشكاو من والديهم، وليس هناك أي أذن صاغية. أولا السلام عليكم وتحية للمنبر أشطاري 24 اللي دائما كيواصل المواكبة ديال الأحداث اللي كتوقع عندنا في البلاد، وهذا شيء جميل. ومشكورة الصحافة عموما بصفة عامة على المواكبة ديال هذا الحدث هذا، لأنه فعلا هذا حدث كيستحق المواكبة، لأنه أصبح قضية رأي عام. والقضية ملي كتولي قضية رأي عام ما كيبقاش عندك مجال أنك تسكت أو أنك تخبي الحقيقة. فلهذا هذا عمل جميل كيقوم به جميع المنابر الإعلامية والصحفيين. بالعودة للسؤال اللي طرحتي عليا ديال شنو رأيك وكيفاش كتشوف هذه الواقعة ديال البيدوفيل ديال الأناسي ومدى تأثيرها في الجو العام ديال المغاربة. أولا هذا حدث اللي صراحة كل مغربي، كل عربي، كل مسلم وشاف بشكل مباشر هذاك الفيديو اللي تم التداول ديالو بواحد السرعه كسرعه النار في الهشيم. هذه مشكوره، ومشكورين حتى الاخوات هذوك المواطنات الحرات المغربيات، انا كنعتبرهم مغربيات حرات، اللي خداو المبادره وصوروا داك وثقوا داك الفيديو اللي لولا التوثيق ديال داك الفيديو ما كانت غتوصل الحقيقه، وكان غداك المجرم غيستمر في الجرائم ديالو اللي مقننها هو هو داك لابيدوفيلي اللي دار قننها، وضع له واحد القانون ديالها وكيتكرفص على الوليدات بواحد الشكل تحت ذريعه جمعيه رياضيه تربويه. هنا السؤال المطروح، كيفاش خديتي ديك الرخصه ديال ديك الجمعيه؟ وكيفاش انك تقول لعباد الله انني منظم مخيم؟ مش عباد الله، نهضروا بعيدا عن الديماغوجيا ولغه الخشب، كيفاش انك تقول لنا انت عندك مخيم؟ واش بالله عليك اكثر من ازيد من 20 طفل كتديهم وكتجمعهم في ابارتومون، غادي كاري لهم ابارتومون. ما كايناش شروط، اولا شروط ديال السلامه ديال دوك الوليدات. وكيفاش ان مخيم، وحنا راه حنا عشنا التجارب ديال المخيم، عشنا اطفال وعشنا يافعين وعشنا شباب، وعشت كمؤطر واشتغلت في مجموعه ديال الى جانب الممارسه ديالي ديال الميدان المسرحي، كنت كندير العمل الجمعوي وخدمت في عده مخيمات خاصه ومخيمات ديال الدوله. كنعرفوا ما يروج داخل المخيمات. المخيمات راه إطار قائم بذاته. انت كتقول لنا دير مخيم وكاين بوحدك، على الاقل بعد دوك 20 طفل نورمالمون تيقاسموا الى مجموعتين، او كنقولوا حنا في المصطلحات ديالنا في المخيم جوج الفرق. على الاقل خاصك واحد جوج مؤطرين ولا ثلاثه. وفين هو رئيس الجامعه؟ وفين هو مدير المخيم؟ وفين هو المدير التربوي؟ وفين هو المدير الاداري؟ واحد المجموعه الحوايج غلط بها الشعب، وغلط بها حتى الدوله. وانا وعندي واحد اللوم اخر، كنلوم به الوالدين اولياء دوك الوليدات. كيفاش انك انت صيفتي عند واحد ما تتعرف عليه حتى حاجه،
نورمالمون هذاك السيد اللي غنصيفط مع ولدي راه خصني ندير عليه تشخيص وخصني ندير عليه بحث معمق باش نعرف شخصيته كيفاش دايره. الوليدات جاو كيتشكاو من والديهم وليس هناك اي اذن صاغيه. الولد كيتقول لك اودي راه داك السيد راه دار ليا ودار ليا، واش خوف واش ما عرفتش، واش انسان تيخاف من الفضيحه وهذا. صراحه هذا الفعل هذا راه فعل اجرامي، وفعل اجرامي خطير خطير جدا. بالله عليك لو ان هذا الجرم هذا تقترف مثلا في دوله اوروبيه راه كانت القيامه غادا تنوض، الدنيا ستقعد، العالم غادي ينوض، لانه فعل غير معتاد، فعل غير معتاد. ما 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 ها علانية راه الجرأة باش داك السيد كيدير دوك الممارسات امام الملأ خلعتني بزاف. انا منين جبت هاد الجرأة، منين جبت هاد البرودة ديال يعني بحال تنقولوا حنايا ما عندك سوق انت لف مخزن لف دولة اللي يذهب للعالم، ما عندكش مشكل انتيا شاد ولدك شاد داك الوليد عفوا وكتمارس عليه داكشي بواحد العنف بحال شاد عليه ملف والوليد ما قادرش يدوي وكتناوب عليهم وكل مره كتجيب واحد وديجا انت كتضرب الدري في البحر. الحوايج ما مفهوميش بزاف. منين جبتي هاد السلطه صاحبي؟ منين جبتي هاد القلبه صاحبي؟ منين جبتي تقصو حيط الوجه؟ خرجوا لي حنا طايطين، منين جبتي تقصو حيط الوجه؟ راه الجهل، راه الجهل فين كيوصل صاحبي. راه هنا فين كتنفع القرايه، هنا فين كتنفع القرايه وكتنفع الدراسه. انا ما عرفتش فين كانت السلطات، فين غابت، فين غابت، كيفاش استطاع هاد المجرم هذا انه يغالط دوله على قده ويدير مخيم غير قانوني؟ راه شيء يخدش الحياء، اقسم بالله العلي العظيم. انا كمواطن بعيدا عن كوني كمؤثر وكممثل وهذا، انا اقسم لك كمواطن، اقسم بالله كمواطن، والله الا حز في قلبي داك الفيديو والله ما قدرت نشوفه. بالله دوزت حتى الاخر لانه بقاو في دوك الوليدات. تخيل معايا الوليدات يعني على 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 اختلاف وضعيتهم الاجتماعيه، اللي والديه مرفوقين الحال، اللي والديه مساكن ما في حاله مش الفقر الله يحسن العوان. تخيل معايا الانسان كيعيش تحت ذريعه الفقر والهشاشه، والوليد العام كله هو كيقرا وكيحفظ مسكين وكيبريباري وكيلعب كره، عنده واحد المتنفس اللي هو واحد الايام قليله غيمشي يتنفس فيها. انت كتمارس لي واحد الضغوطات اللي هي خطيره بزاف، وماشي ضغوطات بغيناش نقولوا ممارسات شاده وعدوانيه. بالنسبه لي انا ممارسات عدوانيه. راه هذا الجرم هذا راه ما نشوفوش في اللحظه الانيه ديالو ديال الوليد تغتصب. راه خصك تشوف ما بعد مرحله ديال ما بعد مرحله الطفوله وهذاك الوليد. نعم خويا التأثير. انا جيك الهضره خويا حمزه، مدى تأثير هذاك الافعال اللي كنتي كتمارس عليه في المستقبل ديالو، في شخصيته، في كاريزما ديالو، كيفاش غتبني ليه الشخصيه ديالو؟ اكيد الوليد غادي يطلعوا عنده عقاد. انا ما تنقولش ربما الفيديو ما كيموتش، يعني في بعض الزمان ربما يقدر يكبر يشوف ذاك الفيديو ديالو، يعني رجل هو ذا تأثير سلبي، ولكن ربما الانسان كيقدر كينضج، يعني كيزيد تكون عنده واحد الحق وواحد الضرائب. يعني الابعد من ذلك، خلي الفيديو راه ما تيقول لك ما كيحس بالمزود غير اللي مكوي به. راه اللي راه المشكل النفسي راه ما غيحس به حتى شي واحد، راه غيحس به داك الطفل، غيحس بواحد الدنيا كبيره، غيحس بواحد الحقره ملي غيكبر ويكبروا عنده عقاد. لذلك بالنسبه للوليدات هذه خصها تكون ثقافه، وخصها تكون يعني ماده تدرس في المدرسه عند الاطفال،
أنهم ماشي أي واحد يقرب ليهم وماشي أي واحد يشدهم ويبوثهم شد الدري صغير بوثهم فمه عادي لا ما تبوش لي ولدي من فمه الوليد بقي صغير راه شي حويج كيتركبو راه حنا مثلا ما كنردوش ليهم البال راه الخطوره ديالهم راه ما كتبانش ديك الساعه طبيعه الحال الجانب النفسي راه اقوى راه التاثير ديالو اقوى من جانب يعني الجانب البدني راه النفس راه نفسانيا راه صعيب راه علاش نقول لك نتمنى من الله سبحانه وتعالى الوليدات يخرجوا من هذه الازمه في اسرع وقت وكنتمنى من العائلات ديالهم ما يبقاوش يتداولوا قدامهم هذا الموضوع لان راه العقده غادوك غتكبر فيهم العقده وبالتالي احنا انا دو وليدات هادو راه هو المستقبل ديال الاولاد انت كتشد ليه المستقبل ديال البلاد كتدمروا ماشي كتدمروا بدنيا كتدمروا نفسانيا وكيكبر مسكين الوليد ما عنده لا ثقه في النفس لا ثقه في الناس يعني الاشخاص اللي قدامه وكل شيء ما كتفقد ديك الثقه وحنا محتاجين هاد الشباب هاد الجيل هذا اللي طالع راه محتاج ليه الدوله انه يساعد الدوله في النمو ديالها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا حنا غادي نهدموا هاد الاطفال هاد الناشئه هادي راه ناشئه هادي راه نحن مسؤولون امام الله سبحانه وتعالى على هاد الوليدات هادو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.